مفاهيم صفصطائية في منطق بيزنطي، هكذا وصف رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع خطاب الرئيس السوري، معتبرا أن الأسد أمضى وقتا طويلا يتكلم في كل شيء إلا في حقيقة الأزمة. جعجع وفي دردشة مع الإعلاميين استغرب منطق المؤامرة التي تحدث عنها الأسد، لافتا إلى أنه شخصيا لا يصدق أي شيء يقوله النظام السوري. جربت هيك انسجم مع يلي عم بقوله بأي وقت من الأوقات، بس ما قدرت، لأنه الصورة اللي عم بيرسمها بعيدة كل البعد عن الواقع اللي عم نشوفه كل يوم بوسائل الإعلام وعلى شاشات التلفزة. واحدة من الأمور يلي قالها رئيس الأسد أنه 60 دبل مئات وسائل الإعلام أنه هيدي داخلة بمؤامرة على النظام بسوريا، هيك كتير. من جهة أخرى بمكان ما، وهون منفوت على بعد ديماغوجي كبير كان موجود بالخطاب، انه بدل استهداف اسرائيل عم تستبدل اسرائيل بسوريا، عم تنحط سوريا. هذا شيء غير صحيح. اسرائيل شيء، وانه النظام السوري ينقض على المتظاهرين لمده 10 اشهر متواصله بهالشكل الى حد انه ينزل فيهم خسائر، بسترجي اقول اكثر من خسائر يلي كل الحروب الاسرائيليه مع سوريا نزلتها بالشعب السوري، شيء اخر مختلف تماما. كنت بتمنى على الرئيس السوري يعلن عنها اليوم خطوة واحدة هيك وبتحسم هالجدل كله سوا، بتنهي الأزمة وكلنا سوا بنطلع مبسوطين، هي انه يدعي لاستفتاء على مستوى الشعب السوري، مين بيأيد بقائه بسدة الرئاسة، مين ما بيأيد بقائه، طبعا بإشراف الأمم المتحدة. وتطرق جعجع إلى موضوع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، معتبرا أن هناك أصوات نشاز غير مرحبة بزيارته تضرب بعرض الحائط الدولة والمؤسسات. إذا الأمين العام للأمم المتحدة ما بقى فيها نحمل لبنان، يعني شو فيها نحمل؟ السيد صالحي والأستاذ وليد المعلم أنه هاي عالم لبنان، هذا هو البعض عارفين انه موقفهم لوين، انه شو ممكن تعطي، شو الصوره ممكن تعطيها عن لبنان؟ اقبح صوره ممكن انه نحن نظهر فيها. من جديد لفتني في هذا السياق مثلا موقف الرئيس بري، يلي رئيس بري اجى قال انه نحن في عنا مواضيع عديده في بنك مون يخدمنا فيها، مثلا هذا تصرف رجل دوله، من ضمن موضوع الحدود البحريه مع قبرص، من ضمن قضيه مزارع شبعه، من ضمن قضيه وقف اطلاق نار نهائي بجنوب. وفي معراب الوزير السابق جان أوغاثا بيان الذي عرض مع جعجع للمستجدات السياسيه.